انه في صداقه كتير كبيره وكتير عميقه بتجمعني ببديع. انا وبديع بوجه له تحيه كتير اكيد بوجه له تحيه كتير كبيره، وهو شخص كتير كبير من جوا ومن برا. بديع شخص ما بهمه شيء، ولا عنده مترفع، ولا عنده ايه مترفع عن كل شيء، يعني ما عنده هيدي عقده النجوميه وهالعقد البلا طعمه. وطبعا حكيت الصحافه كثير عن خلافات بيناتنا، وعن لانه ما انا موجود معي بهذا العمل، بس كان كثير طبيعي بعد 3 سنين مع بعضنا انا وبديع انه يصير في تغيير، في بريك لمصلحتي ولمصلحته، لمصلحتنا اثنيناتنا. لهيك بديع كان بعمل وانا كنت بعمل، كان من المفترض انه يكونوا العملين ينزلوا سوا على رمضان، بس شاءت الظروف انه هن عملهم تاخر شوي. فدق لي نهار بديع وقال لي عبالي اطلع بمشهد صغير معك. فكرته. فما بعرف شو بدك تعملي، هو بتعملي حدا ما بعرف عم بيشتغل باركي. انا هيدا المشهد كان موجود كان موجود المشهد بس ما كان بديع، كنا بدنا نجيب كومبارس يوقف ويقول انه تجي هي عم تعطيه مصاري، الا سوري بس هيدا البنايه كلها الي، فهي بلا ما تعطيه 2000 بتشيل 5 بتعطي اعلى درجه. فلما قال لي بديع هيك، طبعا انا رحبت اكيد بالفكره وبالموضوع، لانه بديع وجهه حلو علي وانا بحب مثل ما قلت لك بحبه كثير وبتجمعنا صداقه. فقلت له في مشهد هيك 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 هيك، قال لي اوكي فاين. وقت اللي اجى على المشهد هو اللي كان عامل هيدي الجمله يلي ذكر فيها كل المسلسلات يلي كنت انا وياه سوا. اوكي هو الفها وهو جايبها، قال لي شو رايك بدي اقول هيك 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 هيك، قلت له اكيد وهيك صار. لا كان كتير كتير مهضوم، وكان وجهه حلو علينا. ايه وجهه حلو ومرور خفيف ومهضوم، واهضم شيء انه بالاخر لحقته سيلفي بعد ما نطرته شي ساعه تحت وحامل المفاتيح. بدي وجه له تحيه وبدي اقول له انه اشتقنا لك بهيدا العمل. وانا كمان بدي اقول شغلي انه بديع كبديع اذا صارت معه نفس الخبريه عن جد بينطر ساعه كانت نزلت ويعطيها المفاتيح اللي غلط. تشبه اخلاقيته يعني، قد انسان هذا، بتشبهه يعني الدور.